يلا حالا بالا بالا حيوا الجزار، يلا حالا بالا بالا حيوا الجزار، هيكون عيد ميلاده الليلة هاتلو ضرب نار فليحيا الجزار. هي يلا هناك من ينشز بهبهجة لا يريد أحد الأطراف. ما هو حسناً سأخرجه من نفسي. أنت غرد بمفردك. يلا حالا بالا بالا حيوا الجزار هيكون عيد ميل. توقف، ليس أنت. أنت غرد بمفردك. أنا حاسس رايح كنتش بخاني محاوم أصلا. صدر خد لفامك على اللي تاني. سوف أعود إليك. أنت غرد. يلا بألم بألم توقف 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 توقف. نعم أنت عم عرفة، ولقد خزلتني في هذه الليلة المجيدة. سمح يا جزار. حسنا، لقد نال منك الكبر وهرمت وفشختك الشيخوخة. أعمل إيه؟ حكم السن؟ لا، بل إنه حكم الجزار وأنت الصادق. تعال لي، لقيتي لي. سامحني سامحني يا جزار، سامحني. لا تخف لا تخف لا تخف. اتقتلوا ولا ايه؟ اتقتلوا. قتلوا، هو قتلوا كذا مرة على فكرة، قتلوا كتير. للأسف عم عارف لن يمكنه أن يكمل معنا الليلة، فإنه يعاني من بعض الصداع. سمعنا الصوت صداع. سمعنا. لا يمكنه أن يكمل عموما. خلاص حظه بهبهجة. أمركم عجيب أيها المصريون، تؤمنون بأشياء عجيبة، بالحظ والصدف. قلبك نشن حدف. أعذروني، نعم من محبي الكينج محمد منير. كلنا نحبه. أما أنت أيتها الهرة اللذيذة، أيتها النمرة الشرسة، فلتأتي معي إلى أعلى. أعلى فين؟ أعلى اللي هي أوضة النوم، وما تفتحش بقك بدل ما تاخدك أنت.